التجربة الاجتماعية اللي قاعدين يخوضونها المشتركين على أرض المليون عطتهم الحرية في تكتكة خططهم لتضبيط مصالحهم. وأكثر فريق عرف يستغل هالحرية هو فريق قلب أجدة اللي بقلب جامد بدأوا يستعدون للأسوأ بعد ما تنبهوا لتدهور صحة كريمان. كريمان أنا مو عارف شنو وضعها حاليا بعد. أنا قاعد أفكر في الموضوع ده كثير لأن ممكن كريمان هي مصدر الأمان لنا كلنا. والله هي اللي شايلتنا وهي اللي شايلتنا في الأكل. والله لو طلعت بنضيع. كنت ما أعرف إلا ماما كريمان إنها تعبانة وإنها لازم تخرج علشان صحتها. ما ينعرف إذا هي كانت تعبانة لا سمح الله لا سمح الله إن شاء الله ما تطلع لأن هي من قروبنا. هذه نقطة مهمة جدا لأن هي جندي مهم. حرمة قاعد تطبخ قاعدة تلم شملنا إذا صار في زعزعة قاعدة تحاول تهد الأمور. وبنفس الوقت هي عندها سوارتين إذا إحنا نتكلم عن المسابقة عندها سوارتين وسوارتين مهمين. إحنا 33 سوارة يعني 330 ألف دولار. قروبنا كل ما كان عندنا عدد أساور كل ما كان عندنا أمان إنه نوصل أو واحد مننا يوصل للثلاثة الأخيرين. أعتقد إنه الاستراتيجية هذه تفيد سمير والاستراتيجية هذه حتبان بعد الأيام المقبلة.